رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي غريتساك أكد بدوره أن نظام التأشيرة مع روسيا هو المناسب، مضيفا أن الحق في الدخول بدون تأشيرة يكون فقط لأصحاب جوازات السفر البيومترية. واعتبر المسؤول الأوكراني أن الخطأ لا يقع فقط على لا يقع على المواطنين الروس، وإنما على القادة السياسيين والعقيدة التي ينتهجها الكرملين.